دكتور بالنسبة إلى يعني التحالف، يعني طمنا إذا تقول إنه في تحالف بين العائلة الخليفية ويا الإخوان المسلمين، يعني هذا فكر إسلامي بغض النظر عن إيش اسمه أو من ناحية المادية فقط، يعني هل هو؟ وثاني شيء بالنسبة إلى الصراع، يعني إحنا ما إذا كان فيه صراع على الكيكة نفس ما تقول أنت، فهما فيما بينهم يعني هل لأن خليفة أكثر فترة ممكن صار في الحكم فهو يبغى يحتاج إلى يعني هالكيكة هذه لازم يستحوذ عليها كلها، أو شلون هالكيكة تتصرف؟ يعني هل الناس إليهم من هالكيكة والعائلة الخليفية من هالكيكة؟ هي واحدة. ثاني شيء بالنسبة إلى السياسيين الآن، يعني هاي أشياء إحنا نتعامل مع العائلة الخليفية أو نتعامل مع النظام الحالي في البحرين على أن إحنا بإمكاننا، هو يريد يمحو هويتنا بأكملها يعني، بينما إحنا نتعامل إياه كسياسة الفن ممكن والله إحنا نازل ويتنازل وهذا ونتعايش. أبغى تعليقك على هذا. أبو محمد على الأقل ظاهريا هو أحسن طريق، الله ولو أنه في واجهة وما خلفه يعني جماعة أخوان، بس رجاء شوية هدوء. مؤشرات كانت تشير إلى شخص الملك يعني تحديدا أكثر من شخص أحمد عطية الله في هذا الموضوع، ولكن هذا تفصيل أنا لا أريد أن أشيره، ولا زال كثير من صفحات هذا التقرير في مجال التنفيذي لا زال صفحات غائبة في هذا الأمر. وخصوص مخطط الهيكلي، كنا نبحث مجلس النواب عن آلية لكي نفرض على النظام يسلمنا المخطط، وكان عندنا بالضبط منذ 2007 هذا التوجس الكبير بأن في هناك مخطط كبير أبعد من قضية رسم جغرافية البحرين، وفي مشروع خطير جدا. إذا دخلت في التفصيل ممكن أشير إلى قضية الدفان، قضية بناء جزر جديدة، قضية تغيير الديمغرافية السكانية إلى كل سكان البحرين أجانب إضافة إلى المواطنين، قضية توزيع السكان على هذه المستوطنات الجديدة، وفي نفس الوقت كيفية حصول على استثمارات خاصة بعيدا عن إيرادات موازنات الدولة في هذا الموضوع، وتحت ضغط شديد بإثارات مختلفة مع محدودية الصلاحيات في مجلس النواب من الأدوات، استطعنا أن نفرض على النظام يصدر مرسوم أن يعلن هذا المخطط، ولكن بجزئية الجغرافية في حدود العامة، بحيث استلمنا تصور هيكلي لملون يحدد إليك أين تكون مناطق الصناعية الجديدة، أين تكون الجزر الجديدة، أين ممكن يسمع فيها الدفان، أين هي الثروة السمكية منتشرة نفترض، أين المدن الجديدة بتكون ضمن هذا المخطط. عندما ندخل في التفصيل، أين المخططات التفصيلية، ما هي الملفات؟ احنا يمكن ندري أن في 27 ملف مفصل في هذا الموضوع، ولكن لم تتاح لنا الفرصة ولم نعطى هذه المعلومات التفصيلية ولن. لذلك أتمنى، ما دام أنت الآن تملك بعض المعلومات وأنا شخصيا أملك بعض المعلومات، أنا أتمنى أن يعمل يعني تعمل معارضة عموما بمساهمتك لإصدار هذا النوع من التقرير التفصيلي حول مضمون مخطط الهيكلي. طبيعي ما نملك كل المعلومات، ولكن نملك بعض المعلومات، ولذلك نملك كثير من الهواجس المشروعة أن يتم إبرازه وإثارته. أنا بس أرجع إلى السؤال، في ندوة مجلس النورداس موضوع الرقم 360,000 مجنس، هذا خلق نوع من إرباك أو تشويش، فقط نريد أن تؤكد بأن هذا الرقم مرتبط بعملية التجنيس منذ 10 سنوات إلى الآن وما هو قادم، بحيث مع 2020 بيكون نسبة الشيعة في حدود 30%. هل هذا الفهم صحيح أو لا شيء آخر؟ أنا ممكن توضيح إلى هذا. لأن أنا يوم أتذكر بعد بيوم كان في مقابلة في مونتي كارلو يوم كنت وياه، كان خيل مرزوق على الطرف الثاني وقال 60,000. السؤال الثاني، لو كان صلاح البندر زعيم المعارضة في البحرين وعارف بهذه التفاصيل، شنو راح يسوي على أساس يوقفها؟ نبغى نسمع الكلام هذا او
وجهة نظر من زاوية مختلفة تماما. والله يا أخي أنا أبتدي بالإجابة. أنا رجل أنتمي إلى قبيلة محاربة، لو كنت شلت الكلاشينكوف وحاربتها زي ما شالوا الناس. أنا يعني أنا عايز أقول لك بأمانة يعني وبالإطلاق، إيش مصلحتي أنا في كل التعب اللي أنا فيه ده؟ يعني أنا كنت باخذ ما هي وكنت في وضعي كويس وكنت ملك، يعني ليش أنا مغلب نفسي؟ يعني إجابتي كانت بسيطة لعدد من الناس بما فيهم زوجتي، يعني إنه إذا أنا برضى بالظلم كنت رجعت اشتغلت مع النظام الموجود في السودان الآن وكنت أعيش أحسن عيشة، يعني مش بعيش في حياة بسيطة متواضعة في كامبريدج يعني بعاني يعني إلى الآن. فهي المسألة زي ما قلت قبل، هي مش مسألة أخلاقية، إنما هو التزام أخلاقي إنساني. إذا أنت بترضى الظلم لأهلك ترضاه للناس الآخرين والعكس. أنا لو كنت في محل البحرين لو كنت حاربت زي ما حاربوا أصدقائي وزملائي وأهلي الآن في البحر في السودان. طيب بخصوص الرقم الرقم انا قلته وارجع للتسجيل، انا قلت 360 الف طلب تم بروسيست في الديوان الملكي، هذا الرقم صحيح واؤكده مره اخرى. هذا الرقم يعادل 93 الف اسره، 93 الف اسره يتكون عدد افرادها من 7 الى 5 وفي بعض الاسر 3 اشخاص او كذا خاصه. هو السؤال ان 360 60000 طلب، 360000 طلب ما عليه، 63000 راح ينجزون في 2000. لا انجزت، لا انجزت، انتهى امرها. ايوه، لانه ال 93000 اللي انت بتتكلم عنهم ديل، يعني انا بس ده ارجع الناس. انا في واحد من الاخوان لفت نظري الى انه اخذ الاحباب في وعد عمل إحصائية وطلع وقال إنه والله إحنا الأرقام بتاعتنا إنه عدد الناس الذين تم تجنيسهم 81000. إبراهيم شريف؟ لا مش إبراهيم شريف، هو الدراسة بدأ إبراهيم شريف، لكن أظن الأخ الجناحي. أنا أعتقد إنه هو بيتكلم عن 2005. بعد 2006 حصل أكسلريشن، حصل تسريع، لأنه كانت الخطة إنه تجنيس 50000 برانم يعني كل سنة عشان يلحقوا انتخابات 2010. الأحداث وانكشاف المخطط وغيره والهبة اللي طلعت والعفسة اللي تمت أجلت الموضوع الآن إلى 2014. الآن في 2014 هم ريلاكس، لكن هم بكل الخطة اللي انت شايفها اللي هي معتمدة أساساً على الخداع والتمويه وكسب الوقت، لأنه المعركة الحقيقية، المعركة الحقيقية هي 2018. سنة 2018 لأول مرة زي ما أنا قلت سنة 2008 عدد، لأول مرة عدد الأجانب يتجاوز عدد البحرينيين الأصليين سنة وشيعة. سنة 2008، من سنة 2008 إلى الآن الأجانب 60% الآن في البحرين 2014، والبحرينيين كلهم سنة وشيعة 40%، لأنه هذا جزء من الخطة نفسها، إنه سايكولوجيكالي أنت عايز تخلق هذا، إنه الشيعة يحسوا بأنهم هم أقلية في بحر، في جزيرة. لا يعني أنا مرات كثيرة جدا من الإخوان السنة اللي بيتكلموا معايا، وأنا أسرتي يعني من الرفاع من فريق بين هندي، يعني دي السنة 100% كمية الكلام اللي هم بيقولوه عن مشاكلهم مع التجنيس والمجنسين أخطر مما أسمع من إخوان الجعفريين والشيعة، يعني لأنه هم حاسين بالخطر. الخطر جايهم من إنهم هم ميزة الجزر في أي حتة، زي الجزيرة البريطانية دي، الجزيرة أهم قيمة فيها هويتها. ولما انتم شايفين انه الشيعة في سنة 71 لما حصل الاستفتاء الشيعة صوتوا على 3 أسس وكانت واضحة، ترجع للوثائق البريطانية وبتلقاها بالتفصيل موجودة، يعني صوتوا على مثلث الحكم لآل خليفة ولكن مرتبط بتحديد هوية البحرين العربية الإسلامية. بعدين الركن الثالث contractual constitution، دستور تعاقدي، وهذا ما تم، هذا المثلث مترابط لا يمكن فصل أي ركن منه من الآخر. هذه المعادلة تم فصمها في سنة 75 وتم إعادة ترتيب الأوضاع، ودخلنا في الأزمة لحد منتصف التسعينات. جاء الملك في مارس، وفي مارس الجاي ده حي ينتبه، يعني أنت بتفتكر أنه تأجيل محاكمة المرزوق لمارس هي صدفة؟ ما صدفة بالنسبة لي، يعني أنا إنه العقلية، يعني لأنه الانتخابات شورى الوفاق، يعني هم بيلعبوا الآن على تشكيل انتخابات مجلس شورى الوفاق، معليش يا اخوان اللي انتوا وفاقين اللي قاعدين، انتخابات شورى الوفاق هي ميكانيزم وانتميديشن لبعض الاطراف داخل الوفاق نفسه، لانه الفكره الاساسيه اللي هم عندهم انه علي سلمان
عايز يتفرق ويعني يصبح هو آية الله في القادم للبحرين، وإنه يجي شيخ يكون مقبول للغرب لابس بدلة يعني، اللي هو الشاب الذي تم يعني تخزيله يعني مرزوق. حسان تقول تم تخزيله كيف؟ بأنه الناس تبرؤوا من التصريحات له صراحة يعني، وأجلت محاكمته لمارس في إشارة واضحة لأنه هل سيملك علي سلمان القدرة في أنه يدخل هذا الشخص مجلس الشورى في إطار تحويله لأنه يكون هو في القيادة، ولا هيكون حاسس بأنه ده هيكون عبء عليه؟ هذا ننتظر الأيام ونشوفه، لكن هذا هو المخطط. في مارس ده، مارس 2014 هيكمل الملك 14 سنة من الحكم، سوري 15 سنة من الحكم، 15 عام. هذه ال 15 عام أنا ما بحاسبه برأي الأستاذ سعيد الشهابي ولا الأستاذ المأسور عبد الوهاب حسين أو المأسور مشيمع أو كده، بحاسبه بأنه في سجل موجود في وزارة الخارجية الأمريكية، وفي كل زياراتي إلى واشنطن بقول لهم أنا ما بجي بتكلم معكم عن تجربتي الشخصية، ولا بيقولوا السياسيين البحريني، أنا بقول بكلامكم أنتوا اللي فاتوا، هذا السجل اللي عندكم هتعملوا فيه إيه؟